البيت المسكون بخنشلة، الجنية التي أرعبت سكان العمارة، تصرخ وتبكي في أوقات الليل، فما هي قصتها؟ بدأت القصة ليلا عندما سمع السكان صوتا مخيفا، تارة بكاء عاليا وتارة ضحكا هستيريا يشبه ضحك المجانين. ازدادت المخاوف وانتشرت القصة بين السكان، وأصبح الرعب رفيقهم الدائم، وصار الهلع بين الأطفال ميزة مشتركة. إنها الجنية في العمارة. استدعى السكان صاحب البيت الذي كان رده رصاصة رحمة في القلوب المرعوبة، ليثبت بالقطع المبين أن البيت لا يسكنه أحد. تواصل المسلسل المرعب وتواصل الصراخ المخيف، لدرجة أنك إن طلبت منها الصراخ مرة أخرى تجيبك هكذا: سيدي لنا واحدة. القصة الغريبة جعلت السكان المرعوبين يستنجدون بالرقية الشرعية لإيقاف الجنية. فهل ستنتهي القصة في خنشلة؟ أم أن الجنية ستواصل الصراخ وإرعاب السكان؟ زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.